أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من قناة الشيف زهير. تابعونا لمعرفة أسرار نجاح وصفات الأكلات والحلويات العربية والغربية، وأهلا وسهلا فيكم. مشاهدينا، وصفتنا اليوم من تركيا، أكلة كتير طيبة وخفيفة وسهلة التحضير. بسموها بتركيا غوزلم، بالسبانخ والجبنة الفتة وجبنة الموزاريلا. المقادير اللي بنحتاجها لوصفتنا اليوم: 5 كبايات طحين، ملعقة خميرة صغيرة، نصف كوب زيت زيتون، ملعقة سكر، ملعقة صغيرة ملح، وملعقتين كبار لبن، وكوبين ونص مي. وللحشوة بنحتاج 2 سبانخ، 250 جرام جبنة فيتا، 250 جرام جبنة موزاريلا مبروشة، وبصلة صغيرة. بالبداية بنحط الخميرة على الطحين، والسكر والملح واللبن، وزيت الزيتون، زيت الزيتون بيعطي نكهة كتير كتير طيبة للمعجنات. نخلطهم بالأول لحالهم، نرجع منضيف المي بشكل تدريجي. بس تتماسك العجينة معنا نتركها نص ساعة على جنب حتى ترتاح ونقدر نشتغل فيها. شايفين كيف صارت؟ لبينما تخمر عجينتنا وتصير جاهزة رح قوم بتحضير الحشوة. نفرم السبانخ خشن، مش ضروري ناعم. الجبنة الفتة، بنفتفتها على السبانخ، بنضيف جبنة الموزاريلا المبروشة كمان فوقها، نفرم البصلة ناعمة، فينا ندبلها شوي زيت زيتون إذا حبينا، وفينا نحطها نية مثل ما هي. أنا بفضل تضلها شوي نية لأنه بفرمها ناعمة كتير. هلا بنخلطهم منيح مع بعضهم، فينا نزيد عليهم شوية بقدونس ناعم إذا حبينا، مثل ما شايفين كيف صاروا مشاهدينا، صاروا جاهزين لنستخدمهم. بعد ما خمرت عجينتنا بنمدها وبنقسمها لأجزاء متوازية. بنلكها بهيدا الشكل،
نحطها على جنب لترجع ترتاح كمان. نبلش رق بالعجينة. نحط الحشوة فيها بهيدا الشكل. ومنطبقها. هلا رح نبدا بعمليه طهي الغوزلم. بنحط طواية على نار متوسطه، ما بدها تكون كتير حاميه. بنحط شويه زيت زيتون بالطواية. بنحط الغوزلم بالطواي، بنتركها تقريبا 4 ل 5 دقائق عن كل ميله. هاي قلبتها. ما شايفين بلشت تستوي. نرجع نضيف نقطة زيت كمان، مش كتير. وتذكروا مشاهدينا تخلوا النار متوسطة لخفيفة لتلحق تستوي وتدود صوح الجبنة من جواتها، ما تضلها نية. مشاهدينا تذكروا لما ترقوا العجينة رقوها كتير منيح، تكون كتير رقيقة حتى تستوي معكم بالطواية أو بالصينية اللي عم تسووها عليها. إذا كانت سميكة ما بتعود تستوي. هيك بنكون خلصنا اليوم وهي النتيجة. سخن كتير، شايفين الجبنة كيف عم تسيح منها. أكل كتير طيبة واقتصادية وسهلة جدا. وبختام حلقتنا مشاهدينا، ما تنسوا تتابعونا لتوصلكم أحدث الوصفات الأكلات والحلويات العربية والغربية. وأهلا وسهلا فيكم. صحتين.